السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف الاحوال؟ كله تمام. اليوم بغيت ندير لكم واحد الفلون كراميل بالبيض اللي كيدار في الفران. ساهل وماهل. هو زوين في الديسير ولا في السحور ولا غير السحور ولا المهم كما بغيتوه. هو شوفوا لي تيكستور ديالو كي جا البنات، جا رائع رائع. ولكن هو الحاجه اللي زوينه فيه خصكم ديروه واحد 5 السوايع ولا 4 السوايع، ولا اللي داروه في الليل ياكلوا في الصباح ولا الصباح ياكلوا في الليل باش يتقبط. كنتمنى يعجبكم. انا دوكا حين درتو البارح في الليل واليوم الصباح ما نقدرش ندقو لكم، غنوري لكم غير لا تيكستور ديالو كي دايره. هانتوما شوفوا كي داير، خاطر زوين. ها كنتمنى يعجبكم. هنا تقريبا درت نص سيترو ديال الحليب وبعد طيفض، وهنا درت كاس العلبه ديال السكر باش ندير كراميل. ديروا العافيه مهيله. غادي نقص حيت انا عندي هذه كبيره شويه. غادي مره مره نبقى نديرو هكا حتى يولي كراميل، وهذا غادي نبقاو معاه طيف ان شاء الله. سمح لنا تقطع ليا المقطع. مهم بعد ما طاب داك الكراميل طربت واحد جوج بيضات وخلطتهم مع داك الحليب اللي فاض والكراميل، وطربتهم مزيان وصفيتهم. صافي درتهم في فادي غاميكا سوا كبار سوا صغار، انا درتهم في داكشي اللي كاين عندي. صافي غادي ديرهم في بان ماغي، ديروا شويه د الماء هنا هنا وتقلوهم ان شاء الله طيطيبو ونرجع معكم ان شاء الله. كيكون هاد الفلون ديال البيض زوين، نجربوه. ما تنساوش البارطاج واللايك، وكنقول لكم شكرا وعيد سعيد للجميع، المغاربه من طنجة للقويرة. السلام عليكم.